استنفار بالفيسبوك، والله العظيم سويت استنفار، سويت مسج قلت لهم قبل 5 أيام، قلت لهم أنا أشعر بالوحدة أعزائي، أول مرة أحس إني ما عندي أصدقاء، مع إني كل حياتي معتمدة على الأصدقاء، لأني أحس نفسي وحيدة ودي أركض وحدي، فأرجوكم أن تآزروني من خلال الفيسبوك، من خلال الفايبر، الواتساب، الماسنجر. فأني بس قلت ماسنجر لو تليت على عمري 24 سنة كل هذي الحمد لله آزروني، سواء كانوا أصدقائي على الصفحة أو آخرين أصدقاء أصدقائي، ممتنة جدا لهم من خلال قناتكم. لو ما هم هذا الجمهور ترى ما يكون نهائيا هذا الجمهور، النخبة الكبير المشرف المصغي هذه الفترة كلها ما كان يكون لو ما الفيسبوك. أشكركم أنا يا كل أصدقائي اللي ساهمتوا، طبعا كل من خلال مواقعه أو صفحته وتليفونه ساهم، ولهذا كان هذا الجمهور. الحمد لله، إن شاء الله تكررت.